يعني هي كل الفرضيات اللي طرحتها حضرتك مع احترامي لمن قال بها هي افتراضات من الخيال، لا وجود لها وليس لها سند دستوري أو قانوني مطلقا، باستثناء قصة حكومة الطوارئ منصوص عليها في الدستور، لكن كل الظروف الحالية لا تسمح باللجوء إلى حكومة الطوارئ. حكومة الطوارئ لها أسبابها وموجباتها وظروفها، الظروف الحالية ما تستدعي أن يكون لدينا حكومة الطوارئ. حتى موضوع حل البرلمان، يعني دا استمر هذا الانسداد وهيج الأمور متوقفة إلى ما شاء الله صار مثل لبنان سنتين وثلاثة وما قعدهم رئيس وما قعدهم هو هذا اللي حكومة عفوا هذا اللي دعانا أنه نكتب أكثر مرة والنادي إلى تعديل الدستور لوضع جزاءات لمخالفة الدستور لا تبقى النهايات سائبة. الكثير من أصحاب الرأي المختص في القضايا القانونية والسياسية انتقد القضاء مثلا عندما يكتب مقالات أو يطرح آراء ويوصفها بأنها تدخل في الشأن السياسي، في حين شعورا من المسؤولية من القضاء في هذه الحالة اللي أشرت لها حالة الانسداد السياسي والفراغ والنهايات السائبة، القضاء يطلع بدور الوطني وأن يقترح على المختصين حلول دستورية وقانونية. الظروف الحالية لا تسمح بصراحة لأي إجراء استثنائي، ظروف البلد لا تسمح لأي من هذه الحلول التي طرحتها حضرتك أو يتم تداولها في الرأي العام. الحلول الأقرب إلى المنطق والمنصوص عليها في الدستور موضوع حل البرلمان، لكن آلية حل البرلمان في المادة 64 تجعل هذا الحل مستحيل حصوله، لأن النص يقول أن البرلمان يحال بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء، إما بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي كلتا الحالتين يجب أن نعود إلى البرلمان نفسه، فمن غير المعقول ومن غير المتوقع أن البرلمان يعاقب نفسه بنفسه ويحل نفسه، لكن هو هذا الحل اللي هو أقرب من بقية الحلول اللي طرحت حضرتك. بس حتى هذا الحل أنا أعتقد لن يلجأ إليه، وإنما بالنهاية التوافقات السياسية هي التي سوف تحسم هذه الأزمة، حتى لو طالت بالنتيجة التوافقات السياسية سوف تحسم هذه الأزمة.